بسم الله الرحمن الرحيم. الإيمان والعصر، رؤية جديدة فعالة لدور الدين في الحياة. أول مجال هنبدأ فيه القرآن. رمضان شهر القرآن، سر رمضان أصلا القرآن، يعني عظمة شهر رمضان إنه هو شهر القرآن. سر ليلة القدر إن هي الليلة اللي نزل فيها القرآن. رمضان في ذاته قيمته في نزول القرآن، القرآن اللي هو نور وشفاء وهداية ورحمة، القرآن اللي ربنا سبحانه وتعالى حول بيه أمة كانت بترعى الغنم لأمة بترعى الأمم. القرآن قادر إن هو يطلع منتجات حضارية عظيمة. بس الحقيقة أول مشكلة علشان نسد الفجوة بين الحياة وبين فهم الدين، أول مشكلة إن شبابنا أصلا مش فاهمين القرآن بسبب حاجز اللغة. في مشكلة في الفهم، المشكلة دي ما كانتش موجودة زمان، والمشكلة دي أول حاجة لازم نوجد لها حل لو عايزين تعود الفاعلية للقرآن في حياتنا. القرآن فعال يا جماعة، القرآن شفاء للحياة، هو ربنا سماه كده. طب إزاي يشتغل؟ لازم تبقى الفاعلية موجودة. طب إزاي تحصل؟ أول نقطة نفهم. زمان كانوا فاهمين، تنزل الآية من القرآن فاصدع بما تؤمر، فتلاقي العربي البسيط يقول ما هذا الذي أسمع، ويروح يقول أشهد أن لا إله إلا الله. طب ما احنا بنسمع الآية دي ما بتعملش معنا حاجة. اللي يخلي واحد زي أبو جهل وأبو سفيان والوليد بن المغيرة والثلاثة أعداء للإسلام كل ليلة يروحوا تحت بيت النبي يسمعوا القرآن، وبعدين يشوفوا بعض يقولوا مش هنعمل كده تاني، تاني ليلة يروحوا يسمعوا القرآن وهم أعداء للإسلام؟ هو كانوا فاهمين وإحنا مش فاهمين. اللي يخلي عمر بن الخطاب الشديد العداوة ده للإسلام يسمع سورة طه، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. عمر بن الخطاب كان فاهم حاجة إحنا مش فاهمينها، عشان كده لما فهم تحول لإنسان مبدع، لأن القرآن ده لو فهمته يعمل فاعلية في حياتك. بس إحنا مش فاهمين. أقول لكم أولادنا بيقولوا إيه؟ مش إحنا كنا بنقول إن في أسئلة للعصر امبارح؟ عارفين الشباب بيقولوا إيه لما سألناهم؟ قالك أنا مش فاهم حاجة، أنا القرآن بالنسبة لي طلاسم، أنا مش عارف أفهمه، أنا مش عارف أتعامل معاه. في شباب قالوا لي، أنا آسف في الكلام، زي حجر رشيد لما جم يكتشفوه، أنا مش عارف إزاي أفهم القرآن. صحيح اللغة عربية بس أنا مش فاهمها، وكلمات كتيرة مش فاهمها، والمضمون على بعضه أنا مش فاهم هو عايز يقول لي إيه. في ناس شباب قالوا الآية اللي بتقول ولقد يسرنا القرآن للذكر، هو ربنا بيقول يسرناه بس أنا مش فاهم. الحقيقة يا جماعة مش إحنا بس اللي مش فاهمين، مال إيه؟ عبر العصور كان بيجي ناس مش فاهمة برضو. أوعى تفتكروا إن إحنا أول ناس مش فاهمة، لا، عبر العصور كان بتيجي ناس مش فاهمة، لكن يطلع ناس تفكر في فكرة تخلي ناس تفهم القرآن. وكل ما يطلع جيل مش فاهم يقوم يطلع حد يعمل إبداع جديد، تقوم ناس تقول فهمنا. طب إيه زي إيه؟ 10 إبداعات. بص، أول حاجة قبل سيدنا علي بن أبي طالب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين أبو بكر، عمر، عثمان، انتوا عارفين ان كان القرآن من غير نقط، يعني كتاب الله كلام الله، لكن العرب من كتر ما هي فصيحة في اللغة وبتفهم اللغة كويس، اليه والته مش محتاج تحط نقطتين تحت او نقطتين فوق، هم فاهمين ان دي يه ودي ده، معقولة؟ فكان القرآن اصلا، بص، كان القرآن كده هو، كان المصحف مكتوب كده هو والناس فاهمة، لغاية ما جه سيدنا علي بن أبي طالب، لأن بقى في ناس ما عادتش فاهمة، فقام عامل أول إبداع، بقى القرآن في نقط، بقى المصحف كله عليه نقط، القاف نقطتين. يعني تفتكروا إيه الصورة اللي كانت قدامكم دي؟ قل أعوذ برب الناس، من غير نقط شايف بقت متنقطة. وبعدين برضو في عهد سيدنا علي بن أبي طالب جه واحد أبو الأسود الدؤلي وعمل برضو إبداع جديد، المصحف بقى متشكل، المصحف مكان من غير تشكيل، فبقى فيه ضمة وفتحة وكسرة، كل دي إبداعات، ومحدش قال إيه الجرأة دي؟ إزاي تعملوا القرآن ما كانش محطوط عليه نقط ولا كان عندهم إبداع عشان الناس تفهم. وبعدين طلع واحد رابع اسمه الخليل بن أحمد الفهري، وقام مشكل المصحف بشكله الكامل زي دلوقتي. 4 إبداعات، لا في إبداعات تانية. بعدين طلعت أجيال تانية لسه عايزة تفهم وفي حاجات مش فاهماها، فطلع بقى اختراع جديد، إبداع جديد، واحد قام عامل كتاب فيه تفسير للقرآن، ابن كثير. طبعا ابن عباس كان فسر قبل كده، بس انه يتجمع في كتاب، فكانت لأول مرة يبقى فيه تفسير للقرآن
يا نهار ابيض، طبعا ساعتها كان اختراع، وبعدين طلع ابداع جديد بعد كده. قام في واحد فكر وقال يا جماعه طب ما احنا عايزين الناس تعرف تقرا القران، فقام طالع علم التجويد. كل دي ابداعات علشان الناس تفهم. وبعدين طلع بعد كده سنه 552 واحد قال طب ما في ناس اسلمت ومش عارفه تقرا عربي، ف 552 اول ترجمه للقران للغه اللاتينيه. وبعدين طلع بعد كده واحد سنه 700 اسمه السيوطي وقال يا جماعه ما الناس برضو لسه مش فاهمه، كل جيل يطلع مش فاهم يعملوا حاجه جديده. قام عامل الاتقان في علوم القران عشان تفهم كل علوم القران. 10 ابداعات. ايه رايك؟ كل ما يطلع جيل مش فاهم يقوموا عاملين. طب وبعد سنه 700 وقفنا جمود، مفيش افكار جديده. طب والولاد الجداد دول مش عارفين يفهموا ليه؟ عشان محدش طلع ابداع جديد. طب احنا جايين النهارده نعمل ايه؟ لا انا معايا 4 افكار ابداعيه جديده تخلي ولادنا يفهموا القران. افكار جديده لا ادعي انها نهائيه. ايه هم الافكار الجديده اللي تخلي ولادنا يفهموا القران؟ تعالوا نكمل بعد الفاصل. ربنا بيقول ولقد يسرنا القرآن للذكر. القرآن ميسر، بس احنا علشان نفهم ولادنا لازم يحصل حاجات تساعد الشباب والأجيال اللي جاية ان القرآن يبقى سهل بين ايديهم. خلي بالك يا جماعة كمان في مشكلتين تخلي ان احنا نفهمهم القرآن موضوع مش سهل. ان طريقة تربية ولادنا في المدارس والأجيال الجديدة ان دماغهم متظبطة ان هو في هدف، وتحت اللي هو بيدرس بالطريقة دي في هدف، وتحت الهدف في عناصر بتخدم الهدف ده، وبعدين استنتاج conclusion في الاخر. هو بيدرس كده، بيجي يفتح القرآن يقول لي انا مش لاقي كده. وبعدين في حاجه تانية اصعب، ان ولادنا كمان بقت الحياه سريعه جدا، فهو لما بيتفرج على النت عايز يتفرج على حاجه في دقيقه، دقيقه ونص، دقيقتين. هتيجي تقول له اقرا التفسير اللي هو 6 مجلدات، مش هيفهم حاجه، مش مستعد اصلا. طب هنفهمهم ازاي؟ فكرنا في 4 افكار جديده. الفكرة الأولانية، إيه رأيكم يا جماعة؟ وخلي بالكم دي أفكار غير نهائية، لا أدعي إن ده كلام نهائي. الفكرة الأولانية، طب مش هما بيدرسوا إن هدف وعناصر وتوصلوا النتيجة في الآخر؟ طب إيه رأيكم لو عملنا لهم دليل يفهموا به القرآن بالطريقة دي؟ إزاي يعني؟ إيه رأيكم لو عملنا حاجة اسمها الأهداف الإنسانية للقرآن؟ الأهداف الإنسانية هو القرآن ده للمسلمين بس ولا للعالمين؟ أنت عايز فاعلية القرآن للبشر كلها ولا لينا بس؟ للبشر كلها. طب إذا كان القرآن بيبتدي بالحمد لله رب العالمين مش رب المسلمين، وبيتختم بقل أعوذ برب الناس مش رب العرب بس، القرآن من أوله لآخره بيكلم البشرية كلها. تخيلوا لو عملنا حاجة الأهداف الإنسانية للقرآن. هو أصلا كل صورة من القرآن كلمة صورة من صور. يعني إيه؟ يعني كل اللي جوه الصورة بيخدم هدف معين، وكل الآيات بتوصل هدف محدد، واسم الصورة مستمد من الفكرة. ايه ده القرآن كده؟ ايوه القرآن كده. طب ايه رأيكم لو طلعنا الأهداف الإنسانية؟ ولا ندعي ان ده كلام نهائي، ولا ندعي ان هي دي كل الأهداف وهو كده القرآن، لا ده اجتهاد مننا. الأهداف الإنسانية للقرآن يعني زي، اديني مثال، سورة البقرة. ايه الهدف الانساني اللي حطه لسورة البقرة؟ سورة البقرة بتقول فكرة اساسية، انت مسؤول عن الارض. ايه ده كلام انساني، ده ينفع للمسلم وينفع للمسيحي وينفع للاجنبي وينفع للياباني وينفع للصيني، انت مسؤول عن الارض. ده هدف سورة البقرة. سورة البقرة مكونة، بص العناصر بقى، مكونة من 3 قصص. الجزء الاول بتاع سورة البقرة قصة ادم، قصة بني اسرائيل، قصة سيدنا ابراهيم. قصة آدم قصة تمهيدية، واحد ربنا خلاه مسؤول عن الأرض. قصة بني إسرائيل تجربة فاشلة، ناس ما عرفتش تبقى مسؤول عن الأرض. قصة إبراهيم تجربة ناجحة لواحد مسؤول عن الأرض. خلصت سورة البقرة. إيه ده الجزء الأول؟ تخيلوا صفحة واحدة، أنت مسؤول عن الأرض وفيها القصة. تخيلوا لو عملنا لأولادنا حاجة زي كده، أنتوا متخيلين؟ سورة البقرة. وبعدين طيب نفهم أكتر، قصة آدم تجربة تمهيدية فيها 3 حاجات، تعليم، وعلم آدم الأسماء كلها، وبعدين تدريب ولا تقرب الشجرة، وبعدين تكريم عشان يقدر يصلح في الأرض لازم يحس أنه هو مكرم.
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. تعليم، تدريب، تكريم، إيه ده؟ ده كلام للإنسانية كلها. إيه ده؟ هو ده القرآن؟ هو ده القرآن؟ قصة بني إسرائيل ليه تجربة فاشلة؟ علشان فيها كل صفات ما تنجحش. جدل، مراوغة، مادية بحتة، كبر، جهل. طب والحاجات دي كلها اتجمعت فين؟ في قصة البقرة، عشان كده الصورة اتسمت بصورة البقرة. ادي قصة بني إسرائيل. قصة سيدنا إبراهيم تجربة ناجحة، ليه؟ فيها إتقان. ينفع تعمر الأرض من غير ما تكون متقن؟ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، متقن. وفيها إيه كمان؟ حب الخير، ووصى بها إبراهيم ربنا وابعث فيهم رسولا. بيحب الخير. فيها إيه الصفة الثالثة؟ الإيمان. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت. خلصت سورة البقرة الجزء الأول. أدي الجزء الأول من القرآن. تخيل أنا بقى لو اديت لك الورقة دي وقلت لك ها دليل الهدف الإنساني لسورة البقرة، ثلاث قصص، آدم، بني إسرائيل، إبراهيم. اقرأ بقى الآيات، مش هدخل معاك في التفاصيل، ولادنا ما عادوش هينفعوا يقروا تفاصيل جزئيات تفسير الآيات. اقرأ. إيه ده؟ أنا فهمت. شفت بقى؟ أدي الهدف الأول اللي عايزين نعمله، الأهداف الإنسانية للقرآن. أنا الحلم بقى، الحلم إيه؟ أنا متخيل كتاب 114 صفحة، مش عدد صور القرآن 114 صورة، 114 صفحة، كل صفحة الهدف الإنساني بتاع الصفحة دي، والعناصر اللي بتأيد الهدف ده من الآيات، دليل إنساني لفهم القرآن. طب تخيل بقى لو ترجمناها لكل لغات العالم. اقرأ يا عالم القرآن. إحنا ليه ما بنشغلش دماغنا؟ إحنا ليه وقفنا وقلنا مش فاهمين القرآن؟ طب ما اللي قبلينا عملوا إبداعات قد كده، ليه وقفنا؟ طب ده التجديل الأولاني؟ ده التجديل الأولاني. طب أديك فكرة كمان؟ يعني أروح معاك حتة كمان؟ إيه؟ تيجوا نحول الكلام ده لخريطة ذهنية، ماين ماب، زي ما أولادنا بيتعلموا في المدارس؟ يعني آدي الهدف الإنساني للصورة بتاعت سورة البقرة، تيجي نرسمها ماين ماب زي ما الشباب بيتعلموا؟ كلام؟ طب تيجي نعمل حاجة أكتر من كده؟ تيجي نحولها لإنفوجرافيك؟ تيجي نشرح الكلام اللي احنا قلناه في صورة متحركة زي اللي انتوا شايفينه دلوقتي قدامكم، بيشرح الصورة وبيقول نفس الكلام اللي انا قلته، مش كلام تاني. تخيل بقى. طب تيجي نعمل ابداع رابع، تيجي نترجم كل الكلام ده لعدة لغات، انجليزي وفرنسي وكل لغات العالم. انا بحلم بالكتاب ده، كتاب فيه 114 صفحة الاهداف الانسانية للصور، وراه ماين ماب خريطة ذهنية لكل صورة عشان الشباب يفهم، وراه لينك كده يدخلوا على الانترنت علشان يتفرجوا عليها انفوجرافيك، وراه ترجمة. يا حلم كتير بس محتاج شغل كتير، ولا أدعني كلامي نهائي، بس دماغنا تشتغل. ولقد يسرنا القرآن للذكر. طب هنعمل ايه كمان؟ تعالوا نكمل بعد الفصل. ولقد يسرنا القرآن للذكر. عايزين نيسر للأجيال اللي جاية فهم القرآن، عشان الحلقة بتاعت بكرة اللي فهم يبدأ يبدع ويبدأ يطلع كنوز من القرآن. قلنا هنعمل إيه عشان نجدد ونخلي فهم القرآن ميسر للأجيال الجاية؟ إيه الإبداعات اللي لا أدعي إنها نهائية لكن وش أول زي ما بنقول؟ أول حاجة قلنا الأهداف الإنسانية للقرآن، والأهداف الإنسانية للقرآن أنا ضربت لكم مثل سورة البقرة. طب أديكم مثل تاني، سورة آل عمران. سورة آل عمران إيه الهدف الإنساني بتاعها؟ من وجهة نظرنا لا ندعي إن هو ده الهدف الوحيد، دعوة للحوار. إيه ده؟ ده كلام إنساني جدا. أيوة، دعوة للحوار. أصل هي سورة آل عمران أصلا نزلت لما النبي عمل حوار مع المسيحيين بتوع نجران. إيه ده؟ هو ده حصل حوار فعلا؟ أول حوار حضرات في التاريخ النبي عمله في المدينة. فين؟ في المسجد النبوي. دعاهم ودخلوا المسجد النبوي عمل معهم الحوار. طب وسورة آل عمران بتتكلم على إيه؟ سورة آل عمران بتتكلم عن أدبيات الحوار، كيف تصنع حوار، حواجز الحوار. إيه ده؟ سورة آل عمران بتتكلم عن دي، تنفع دورة تدريبية. فتخيلوا، يبقى ده الهدف الإنساني. طب وليه تسمت آل عمران؟ تسمت آل عمران علشان لما تيجي تعمل حوار مع واحد، دور الأول على المنطقة المشتركة الحلوة بينك وبينه. مين المنطقة المشتركة بيننا وبين المسيحيين؟ عائلة مريم، آل عمران. فتسمت الصورة بكده علشان تبقى البداية فيها أن القلوب مستريحة في التعامل. تخيل، يا نهار أبيض، ده القرآن جامد جدا، ده القرآن رائع جدا. فتخيل لو عملنا الهدف الإنساني، يبقى الهدف الإنساني صورة آل عمران.
طب وصورة النساء ايه الهدف الانساني؟ الدفاع عن حقوق الانسان. ايه ده قبل الامم المتحدة. طب ونموذج ايه؟ نموذج المرأة. الدفاع عن حقوق الانسان خاصة المرأة. يا نهار ابيض، ده كده القرآن ينفع لكل الدنيا، ده احنا كده بنرجع الفاعلية القرآن، تخيل. طب بصورة الكهف اللي بنقراها كل يوم جمعة، صورة الكهف فلسفة الحياة. ايه فلسفة الحياة؟ اوعى تقف مكانك، اتحرك. تخيلوا بقى الجهد اللي انا بقول ده محتاج قد ايه. يا نهار ابيض، ده محتاج شباب، عشان مين اللي هيرسم الانفوجرافيك، ومين اللي هيعمل الماين ماب، ومين اللي هيقول العصر فيه ايه، ومحتاج مين؟ ومحتاج خبراء متخصصين، لان في صور هتبقى ناس عايزه ناس خبراء. صوره النمل بتتكلم عن التكنولوجيا، صوره النحل بتتكلم عن الاداره. ايه ده القران غني للحياه، بس احنا مش فاهمين. يبقى محتاجين شباب. مش بقول لكم اسلوب العصر المشاركه مش هنعرف لوحدنا نطلع الدليل ده. محتاجين شباب، محتاجين متخصصين في سن الثلاثين والاربعين من الخبراء، الناس اللي ابتدوا معايا من زمان محتاجينكم تاني دلوقتي. محتاجين علماء دين عشان يقولوا لنا دي اهداف انسانيه للقران، ونشتغل كلنا سوا. طيب انا معاكم الليله دي على هاشتاج تجديد، تبعتوا بقى ارائكم في اللي انا قلته، تنقضوا اللي انا قلته، تصلحوا لي. معاكم كل ليله على صفحتي على الفيسبوك وعلى تويتر، بس عندي امل كبير، امل كبير باجيال جايه فهمت القران، وامل كبير بانسانيه تقول يا سلام ده القران ده فادني وانا ياباني، فادني وانا صيني، فادني وانا فرنسي. القران العظيم وعوده الفهم. ولقد يسرنا القران للذكر. انا معاكم الليله دي على هاشتاج تجديد، واشوفكم بكره ونكمل مع القران ان شاء الله، تكون حلقه جديده وجميله ومفيده. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله. عايزين تشوفوا فيديوهات اكتر؟ ادخلوا على قناتي على اليوتيوب، اعملوا سبسكرايب لقناة عمرو خالد على اليوتيوب وشوفوا فيديوهات اكتر.